Buongiorno a tutti, sapete che a me piacciono molto le melanzane e allora oggi ve le ho preparate un po' diversamente dalle altre volte. Andiamo a vedere come sono uscite. Salam alaikum. قالكم كيما كتعرفوا هو كيعجبو الدنجال، ها هو دار واحد اللاطه عمرها ديال الدنجال. حقيقه Opla. كيجي زوين بزاف، ماشي غير شويه. ها هو كيفما كتشوفوا، Vediamo. هيوريكم كيفاش كيجيو من الداخل ديالهم ودغيا Ecco. كيطيبو. شفتوهم؟ Sono un po' caldino adesso. Spero che vi sia piaciuto. Vi lascio alla visione del mio video. Al prossimo. Ciao. قال لكم غادي يخليكم دابا مع الطريقه والوصفه ديال هاد الدنجال هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا، هادو دارهم بيضين. انا غنزيد عليهم دابا واحد شويه ديال الصلصه فيردي، هنا غنحطها عليهم. يلا فرجتكم ممتعه، ما تنساوش تعملوا لكم فيديو. انا كيف ما قلت لكم غندير لهم دابا شويه ديال الصلصه فيردي. ها هي هذه كتجي زوينه معاهم، مطحون فيها غير المعدنوس والقزبر والحبق وكل شيء، كاع داكشي الخضر، شويه ديال الثوم وزيت الزيتون ومليحه. صافي كيتطحن كل شيء، كتجي زوينه هذه هكا بهاد الصلصه فيردي، تعجبني انا هكا. Allora, per prima cosa, un bicchiere di riso lavato, 2 bicchieri d'acqua, li mettiamo nel pentolino a cuocere. قال لكم كاس ديال الرز بعد ما غسلو كيما شفتو معايا هكا، نفس العبار، وجوج ديال الماء. E 2. Accendiamo. Lasciare lì andare. E chiudiamo. Andiamo a mettere 2 scalogni a tritare. بغيت طحن هاد جوج بصيلات صغيورين، هذا لوسكالونيو، داك اللي منسم بالبصله والثوم. ممكن ديروا البصله، ممكن ديروه الى عندكم اللي بغيتو نتوما، ممكن ديروا الثوم اللي بغيتو نتوما. المهم غيدير هاد جوج صغيورين هكا، غادي يطحنهم. E li aggiungiamo. وغادي نضيفها هنا دابا هذيك البصله اللي طحن. In un'altra padella mettiamo un po' di olio. ده واحد المقله اخرى دار فيها واحد شويه ديال الزيت، E aggiungiamo il sugo. وغادي يدير واحد القرعه ديال الصلصه ديال الطماطم. Chiudiamo e alziamo un po' وشعل عليها النار. il gas. Allora aggiungiamo il mio pomodoro, un po' di sale. ضاف واحد شويه ديال الملح للصلصه ديال الطماطم، E un po' di origano. وواحد شويه ديال اوريغانو او الزعتر او الزعتر ولا اللي متوفر عندكم. Poi aggiungiamo al mio riso anche un po' di sale. الروز تا هو غيضيف ليه واحد شويه ديال الملح، Ok. باقي مغلاش. Vediamo. E adesso andiamo a tagliare le melanzane. دابا قال لكم غادي يقطع سميتو الدنجال، ها هو راه جاب الماكينه باش غادي يقطعوا ديك لافيتاتريشي، غادي يقطعوا معاكم هنايا. Allora, incominciamo a tagliarle. هاي يبدا دابا يقطعهم. نحطوا لي شرائح رقاق Belli fini fini, in هاد الشكل هذا، modo da poterli gestire bene, bella e ripieno. تيرا اليد. ويستمر هكا حتى يقطعهم كاملين.
Allora, finito di tagliare le melanzane. Ma catta col cia d'ingel che fa che ci fa. Andiamo a ungere le nostre teglie. Allora di idhen had la tat hado. Che fa che ci fa? Der ne zit o ne zit. Andiamo a stendere l'olio. Allora, finito di ungere, andiamo ad aggiungere un po' di sale. Vai dire un po' di melha fadik smito, zit li dar tma. Vai dire un po' di peperoncino. ودار شوية ديال الفلفل الأحمر اليابس اللي بغا دير البزار دير البزار ماشي مشكل أوديامو وقراي أوكي أجيليامو بيني ويخلطو مزيان دابا أنديامو أريبور أونا ديدرو لالترا صافي وبدا دابا غادي يستفهم في اللاطة هكا Ok, adesso andiamo a ungere sopra. Dabba di idhen hom hakka bizzit, ghar shi shakfifa. Ifma ka tshofo. Istamar hakka ta tikammel hom. Kien issem hom hadak zzit malhar. Ok. Andiamo a mettere adesso al forno 10 minuti a 200 gradi. بغيت ندخلهم للفران قال لكم على درجة حرارة 200 واحد 10 ديال الدقائق. Ecco qua. Mattina abbiamo raccolto un po' di fiori di zucchine e adesso li puliamo. صباح مشى للبالكون وخرج حيد هاد الوريدات هادو ديال القرعه حيد بزاف ورا دابا هو كينقي فيهم كيحيد ليهم غير ديك الوريده ديالهم تيخرج ليهم هذاك الدخلاني كما كتشوفوا هكا غيستمر هكا حتى يكملهم بهذا الشكل هذا اللي ما عندهاش ما يمكنش ديرهم ماشي مشكل دير كل شيء الوصفات إلا إحنا عندنا بزاف دابا هو يدخلهم allora qua stiamo raffreddando il riso دابا تيبرد في داك الروز وداك الدنجاره في الفران كل مره كيخرج طاوة abbiamo grattugiato un po' di scamorza e cacciotta e cacciotta sì هنا حك واحد جوج نوع ديال الفرماج هذا داك المدخن وهذا واحد النوع اخر الكاتشوطا الى سكامورتا البنات اللي هنايا اللي بغا يعرفوا الاسماء ديالهم adesso andiamo a tritare i nostri fiori وهذوك الوريدات ديال القرعه غادي يطحنهم دابا كاع بديك الماء كاينه غادي يقطعهم هو تيهز دابا وتيوضع في هذيك الماء كاينه بهذا الشكل هذا adesso tritiamo غيطحنهم دابا كيف ما قلت لكم ecco qua li buttiamo direttamente nel riso صافي غيوضعهم دابا فوق الروز هكا وغيستمر بنفس العمليه حتى يكمل كل شيء e così fino alla fine adesso finito voilà دابا سالا هي الاخرى ليه Andiamo a mischiare il tutto. Ok. Allora abbiamo raccolto un po' di basilico dal giardino. Adesso andiamo a tritare. Ora di basilico, ora di cottura di acqua. Che buono. هنا هذاك الخليط ها هو اوكي
صافي هيا لحقتها هو تقطع لي un po' di verde ci mancava. صافي راه خلط دابا كلشي. اوكي andiamo a girare. Allora ho aggiunto anche i miei formaggi. Okay. E andiamo a girare. Allora, melanzane pronte. Il mio interno è pronto. E adesso andiamo a mettere il sughetto come sfondo. البنجان هو وجد هنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجناه من الفران والحشو ديالو راه حتى هو وجد. وهنا كيدير في الصلصه ديال الطماطم باش غيدخلهم للفران في هذا المول هذا. شوفوه معاه كيفاش غادي يركبهم هنايا. اوكي adesso incominciamo a riempire. Ora tiriamo il tinjel. E cosa smet tinjel tiriamo lea. Ti hai zdeba da quel hashu. Ti do una forma per il shkel di al sigar. E ti bidei lui. Ok. E ti ho da hnaia. Ok, allora andiamo avanti. Vediamo معكم واحد اخرى عاوتاني. سهلة العملية. Ok. إذا خرج كي يدخلهم. صافي غيستمر هكا حتى تيعمر هذا المول هذا. Allora definiamolo con il sughetto. Besalahom hakka, kif ma kitshufo, ba'd ma aounthom tabi'at al-hal. Safi w daba huwa ghadi yedir 'alayhom hadik as-salsa dial al-tamatim li bqat. Yedouz 'alayhom hakka. Allora adesso la mettiamo a 200 gradi per un quarto d'ora. Daba dakhla al-farran ghadi khliha wahed rubu' sa'a. Okay. La درجة حرارة 200 وغيتلاقى معكم ان شاء الله. Ecco, mi sono avanzati. Abbiamo fatto una teglia piccolina e non l'abbiamo messo il sugo sopra. Mi fate sapere se vi piace di più così o l'altra versione più grande. دار هادو بقى لينا داكشي ديال الحشو اللي بقى هو يدير هادو حتى هما ولكن دار الصلصه ديال الطماطم بقى لتحت ما دارهاش الفوق. قال لك راه تيجيو هاد البيضين حتى هما زوينين. ومن بعد قال يقولوا لي نتوما واش كل اللي غادي يعجبكم واش هذا ولا الاخر. Allora sono passati 20 minuti, andiamo a togliere le teglie per mettere il formaggio. No, ma dopo واش دي هيدير ليهم داك الطوق الاخر ديالو. Ok, insomma, una l'ugula o è il tenia di tenia di Eli è una fuhata di Eli radinna con Anna di Dalia o è il laiba ora con Gedham Zien Haliti Kamelua di Kamelta Xidialo Ugolina con la Hersh con le radie di Comhadi o l'Ochra. E adesso andiamo a mettere nel cuore di formaggio. جاب واحد الفرماج الاحسن يكون رطب بزاف لي يسيح دغيا وتخليوه حتى الخمس دقائق الاخيره باش ديروه. انا الا درتوه قبل غادي تحرق لكم. ها هو تيقطع فيه دابا. Potete mettere qualsiasi formaggio, noi preferiamo questo perché
è buonissimo, diciamo, ecco, rispetto agli altri, molto più delicato. قال لك ديروا اللي بغيتو نتوما، انايا تيعجبني هذا، اي فرماج يعني رطب يسيح دغيا. Appunto lo chiamano cuore di formaggio. تيعيطوا ليه قلب الفرماج، ده هو القلب ديال الفرماج. وغادي يستعمل هكا تيحط فوقهم لان كيدوب. Allora adesso lo mettiamo 5 minuti giusto nel forno per farlo sciogliere ed è pronto. بقلك غندخلو الفران عاوتاني واحد 5 دقائق باش يسيح هذاك الفرماج يذوب صافي وغادي نخرجه. E una e due. Voilà. A dopo. Il formaggio. Vai, show the bel fromage. Ti piace der? Prima il piccolino. Sotto. Ora beh, darò io dead. Pronti. Pronti, pronti. Ok. Fai la pappata lì. Ancora bollono. Bene. Allora li guarnisco con il basilico. Spero che vi sia piaciuto. Al prossimo video. Grazie. تيزين فيهم دابا هذوك الوريقات ديال الحبق. ايوا قال لكم تمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جميع عجبكم الفيديو. مع السلامه.